لكل حكاية بداية، وقصتنا تبدأ هنا عام 1148، المكان سوريا، على مشارف المدينة الجميلة دمشق. كان زمن صراعات فيه الخطر يحوم في كل مكان. يحكي الناس عن فارس عظيم سيأتي يوماً. لن تمسك بي أبداً. مرحباً يا عمر. طارق، اهرب أيها الشبان. مرحباً يا عمر. صلاح الدين، اهرب من سيفي. أين كنا؟ أجل، فارس عظيم سيأتي يوماً. طري ولذيذ خبز هذا الصباح. أفسح الطريق. يا لها من يد رقيقة. اتركني. للأسف سنضطر إلى قطعها أيتها اللصة. توقفي، عودي إلى هنا. هل أنت بخير؟ أجل، دعني وشأني. إذا لماذا تختبئين في القمامة؟ ماذا تفعل يا صلاح الدين؟ نحن لا نعرف من هذا. طارق، كن لطيفاً. آسف، لا تغضبي. أنت، لقد وجدتك. هيا، ألا تسمعني أبداً؟ انتظرني. لقد رأيتكما. يا توقفوا لصوص. هل قال لصوص؟ لصوص؟ لم أسمعه بوضوح. بالمناسبة أنا أنيسة. خبزا؟ أنت سرقتي هذا الخبز منه؟ ليست سرقة، بل هي اقتراض للأبد. سلام إذن يا صلاح الدين، وبعد هذا تعد عن طريقي. انتبهوا، الفرنجة يقتربون، فليحمل الشباب والرجال السلاح. هذه أوامر السلطان. أدوا واجبكم، احموا مدينتكم. هل أنت بخير يا أخي؟ لما لم تنتبه؟ أنا بخير، لم أعد صغيراً. لتعود إلى البيت فوراً. أنت أيضاً يا طارق، سنوصلك في طريقنا. شاهين، هذا صحيح؟ الفرنجة قادمون؟ كلا، بل سبق أن وصلوا. شاهين، هذا السيف
كان سيف والدي لسنوات طويلة. لم يجلب له العار مطلقاً، وأنا سأكمل به هذه المسيرة. شكراً يا والدي. أريد أن آتي معكما عندما تصبح أكبر سناً يا أخي. وأطول، وأطول بكثير. ستكون المعركة قد انتهت. حين تكبر سنجوب العالم معاً ونحظى بمغامرات عديدة. أتعدني؟ أعدك يا صلاح الدين. الصحراء بلا ذاكرة، كل شيء تمحوه الرياح والرمال، كأمواج تتكسر على الصخور. سقط الفرنجة عند أسوار المدينة، وفي اليوم العاشر نفد مخزون المياه وبدأ الناس يشربون من برك في الطرقات. لكن الله كان معنا وسيوفنا كانت حادة. سقط العديد من جنودنا يومها، ضحوا بحياتهم كي تبقوا أنتم أحراراً. يكفي هذا لليوم يا صغار. لا، حيلة ماكرة يا صغير، والآن عد إلى البيت قبل أن أشكوك لأبيك. فتى مشاكس، شكرا يا صلاح الدين. لا أصدق، كل هذا من أجل جوهرة؟ ليست أي جوهرة، بل نجمة فارس. إنها أغلى ياقوتة في العالم كله، أكبر من كف اليد. حسناً حسناً، ولكن أخفض صوتك. لا تقلق، سنوصلها إلى مصطفى ونستريح من القلق. مثير للاهتمام. صلاح الدين، ماذا بك؟ لم أخبر أبي بخطتي. إنه لقد رسم لي حياتي كلها، يريد أن أدخل الجيش وأحارب باسم السلطان كما فعل أخي. وماذا تريد أنت؟ أريد أن أرى العالم خارج هذه الأسوار، هذا ما أريد، ولكن علي أن أشرح هذا لأبي. إن هذا قرار شجاع جداً. الوداع يا عمر، سأشتاق إلى أحاديثنا. وأين صديقك المتهور؟ طارق؟ إذا كنا سنرحل فعلينا أن نجد عملاً.
أنت مصطفى؟ وماذا في ذلك؟ أنا اسمي طارق. سمعت أنك تبحث عن من يرافق قافلتك إلى مصر. نبحث عن رجال لا عن أطفال. نحمل معنا بضائع غالية جداً. أنا لن أضيع وقتك. سمعت أنك رجل ذو بصيرة. البصيرة هي أن ترى قيمة ما أعرضه. أفضل من يحمل السلاح في ثلاث مدن. ذلك هو أنت يا طارق؟ أنا؟ لا 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 لا، أحسن استخدام القوس، لكن السيف ليس لي. عن الفريد والوحيد؟ صلاح الدين. صلاح الدين. من؟ أمي، لقد رجعت. صلاح الدين. أبي، هل أعدت التفكير في العمل مع ذلك تاجر؟ طارق يحدثه الآن. أفق يا صلاح الدين، نحتاج إليك هنا. يقال إن ريجينالد سيعود لكي يحتل دمشق ومعه جيش بالآلاف. السلطان يحتاج إليك هنا، الناس يحتاجون إليك هنا. هذا ما قلته لشاهين أيضا؟ كيف تجرؤ؟ أخوك كان بطلا. أجل، وإذا بقيت هنا لن أكون إلا الأخ الأصغر لبطل كبير. والحل هو أن تترك مدينتك وأهلك. أبي، أرجوك أن تفهمني، علي أن أجد طريقي. أنت حالم دائما، أنت تخزي عائلتنا. كلا يا أبي، ليس خزيا ألا أعرف ماذا أريد، بل ألا أسعى إلى معرفته. الوداع يا أبي. تحتاج إلى القوة فقط، بل تحتاج إلى العقل. وأنت تمثل العقل؟ أجل يا سيدي، أنا كذلك. قد لا أكون الأضخم أو الأقوى، ولكن ما من معركة إلا وأنقذني فيها عقلي. أنا لا أطلب منك عملاً، إنما أنا أقدم لك فرصة. إذن يا مصطفى، ما رأيك؟ درويش، أخبر الفتى برأينا. أعتقد أنه رفض العرض. قلت ليست مشكلة، حديث القوة والعقل لا يفشل أبداً. أنت قلت ذلك. هل يمكن أن توفر لومك حتى يعود رأسي إلى حجمه الطبيعي؟ لا يمكن أن أعود للبيت. ماذا أقول لهما؟ مرحباً، لقد عدت. أنا الذي تمردت على تقاليد العائلة. أين العشاء؟ مسكين. اسمع، أنا الذي أصيب في رأسه. اختبئ، هذا هو درويش. ماذا يفعل هنا؟ ليس مهماً، المهم أن نلقنه درساً. كلانا؟ في الواقع أعني أنت، لكنني سأشجعك. ما معنى هذا؟ سنعرف الآن. أتعني كلانا؟ إذن؟ نجمة فارس ستسلم في مخزن مصطفى ليلى. حسناً، سآتي إذن. انتظري مكافأتي. النصف الآن والنصف الآخر حين تتم العملية. مصطفى ليس غبياً،
يجب ألا يشك في أنني خنته. عند مهاجمتي يجب أن تكوني قاسية. هذه ليست مشكلة. ليت مهارتك تساوي ثقتك. لا، بل هي أكبر. هيا، عندي خطة. يا ويلي. أنا متشائم جدا من هذا كله. لماذا؟ سننقذ مصطفى من درويش، نثير إعجابه فيستأجرنا. نسيت المخاطرة بالجسد والحياة ثم الموت المحتم. تفاصيل صغيرة. صلاح الدين، صلاح الدين، انتظرني. ها هي نجمة فارس، أكبر ياقوتة في الجزيرة. إنها رائعة. تعاليا، يجب أن نعد لرحلتنا لنأخذها غداً إلى مصر. لحظة يا سادة، أعتقد أن هذه تخصني. سارقة، استعد للموت. لا تنسي كوني قاسية. سأخذ هذه بعد إذنك. مستحيل وأنا حي. كما تشاء. إلا أنها مجرد ياقوتة. مرحبا، هل طلب أحدكم بطلا منقذا يصل في الوقت المناسب؟ صلاح الدين، ما الذي جاء بك؟ أنيسة، أنت من كنت متخفية في الشارع. لن أجيب على هذا، والآن اسمح لي، أمامي مهمة. وأنا كذلك. درويش، ماذا تفعل؟ تآمر شريكك عليك مع هذه اللصة ليسرقا نجمة فارس، أو هكذا كانت الخطة، أليس كذلك يا درويش؟ ستموتان، ستموتون كلكم. درويش، أهذا صحيح؟ معظمه، فيما عدا إضافة صغيرة. أما عاد أحد يطرق الباب؟ أحسنت يا درويش، ليتك أخبرتني عنهم. بالمناسبة، هناك تغيير في الخطة. ماذا؟ سأخذ أنا هذه. شكراً. ألم أقل لك، موت محتم. عموماً، أظن أننا أحسننا التصرف. ألم تسمع بشرف المهنة؟ آسف، أنا مبتدئ. من المؤسف أن كل من شاهدوا السرقة ماتوا في هذا الحريق المروع. لن تفلت بفعلتك هذه. سأفلت بأكثر منها. ماذا تقولين دوماً؟ ليست سرقة، بل اقتراض إلى الأبد. سلام. لابد من أن نخرج من هنا، هذه البراميل مليئة بالزيت. لا أصدق هذا، خسرت مالي وسأموت أيضا. ألن تمنحنا عملا إذن؟ عمل؟ لا عمل للأغبياء، لا تسويان أكثر من براغيث في مهب الريح. لحظة أنيسة، تدينين لي بخدمة. بعد هذا ابتعد عن طريقي. انتظرا، ماذا عني أنا؟ لا يمكن أن تتركاني. قلت نحن براغيث في مهب الريح. النار. ليس شأننا، لا نعمل عندك. بل تعملان كلاكما. كم الأجر؟ 5 دراهم فضية. 10. ماذا؟ هذه سارقة. السوق عرض وطلب. حسناً. والمأكل والمسكن. حسناً، ولكن أرجوك. النجمة، لا تقلق،
أنت أخذت شيئاً لا يخصك، وأنا سأعيده. لست مجرد فتى عديم الفائدة إذن، أتريدها؟ تعال خذها. أيها الغبي، أفسدت كل شيء. الآن صرت لي. لا فائدة من الهرب يا فتى. من يهرب؟ لا أصدق. هكذا تشكرني؟ لا، بل هكذا ألهيك. شكرا يا أنيسة. لم ينتهي حسابنا. بعد هذا تعدي عن طريقي. رأيتنا يا صلاح الدين، أنا ومصطفى أصبحنا صديقين. حقاً؟ لا يعنيني أنكما أعدتما الجوهرة. إن أخطأتما يا أبلهان ولو مرة ستطردان. معك حق، يحبك جداً. اسكت صلاح الدين. لم أغير رأيي. لم آتي لهذا، إنما جئت بسبب ما قلته لك. لن تخزي العائلة. أنت ابني، سمعت أنك تحتاج إلى سيف جديد. هل أنت واثق؟ واثق جدا. خذه. شكرا يا والدي. عد إلينا سالما. اكتشف دربك. لقد نجحنا، خرجنا من هنا وسنجوب العالم. هل تعرف ماذا سنجد؟ المجد والثروة. المجد والثروة. وهكذا بدأت القصة.